أكيد. يلا خلينا نصير، نحتاج بعض، خلينا نصير ترايب. وهنا بالضبط الشباب جابوا العيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشلونكم حبايب؟ إن شاء الله طيبين. رجعت ياكم فيديو جديد بحلقة جديدة من أرك سيرفايفل موبايل بسيرفر المتابعين ومقبلين على سيرفر جديد. نعم سيرفر جديد إن شاء الله جاي لكم بالطريق. 50 سولت من الشركة، صرنا بارتنر ويا الشركة، صرنا شريك ويا الشركة. سالفة ما بها راتب وايد سوالف. ها فيابي أبطال، خلونا نشوف شنو جهزونا المتابعين، بما أنه بيس مالنا جديد وأتوقع راح ننقل بيس أو راح نستمر حروب، راح نستمر شوية بهاي السيرفر بعدين أحول ذاك السيرفر الآخر. قبل لا نروح خلونا نصلي على حبيبي محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نذكر الله ونقول بسم الله، ولا تنسونا ها باللايك والاشتراك، ويلا ليتس جو. طبعا شباب نسيت انوه لكم على شغله مال السيرفر الجديد، ان شاء الله راح نحاول بالاسبوع الجاي نفتحه. طبعا السيرفر 50 لاعب، وايضا الاختيار راح يكون كالتالي هالمره: 10 من القناه الاولى المتفاعلين، ومن القناه الثانيه اختار 10، وايضا من الديسكورد 10، و10 من البث مال بيجو. اختار 10 من كل شي اسمه مكان، هاي صار شقد 40 ويا الادمنية واني همينا بالسيرفر، تقريبا راح يوصل 50. فيا بي ابطال على التفاعل هالمرة، للي يعني السيرفر مو هواية شوفوا اللي يتفاعلون وهذا بقيهم، حتى اذا شفنا واحد قل التفاعل ماله نطلعه ونجيب واحد ثاني بداله. وايضا اذا تريدون سيرفر اخر، فواحد من الشباب راسلني قال عندي سيرفر ويريد متابعين يدخلون للسيرفر مالته، فاذا تحبون روحوا انضموا يمه. السيرفر اسمه ذا كوميونيتي بروتل على اوروبا، راح اخلي لكم رابط الديسكورد مالتهم بالوصف. اذا تحبون تنضمون للسيرفر، هذا معلومات السيرفر، وادخل الديسكورد مالهم تحصلون الرمز مالته وتلعبون. ايضا السيرفر بروتل، من جديد اقول بروتل تنويه على مود انه لا تقول لي شنو معلومات سيرفر بروتل اوروبا ذا كوميونيتي اسم. فيابي ابطال خلونا نكمل حلقتنا هسه. اتس اوكي يا شباب، راح نوصل للبيس. قالوا هوايه هدايا اكو، خلونا نروح نشوف شنو هاي الهدايا. طبعا مثل ذيك المره كوما هدايا، وما راح وراها من راح اقطع السلسله وما راح اكملها، بس حلقه الهدايا. يلا ولو باكر حرب، يمكن باكر اسوي لي حلقه، باكر يمكن باكر اطب واصور. اي باكر حرب. فياب خلوا نجي هنا ونشوف شنو الهدايا مالنا. اوكي اشوف قفص منا، شنو هذا؟ هذا اوكي لحظه شغل. هذا شو اسمه كويتزل، اقول منو هذا باني على الشجره هيك بشكل مائل؟ خالزازه كويتزل ماله هذا؟ اي مارشميلو اي نيد ترايب بليز. حتى لا هنا لا ولكم، حتى هنا جاي كاتب لي اياه، هنا يهم كتب لي اياه بالديسكورد، كتبوا لي اياه ما ادري، حتى هنا كتبوا لي اياه ولكم. اني واحد بيض، كل عقلكم تجون بترايبي؟ شحتيني لو ماي ترايب تشيك مي وات. اوكي ها جنريتر حاطه هنا، والله ما ادري check. كم هير يوزر نيم تو ديسكورد يوزر نيم مي بريزنت مي وات. يا معودين ايش بالانجليزي مالكم صدق كذب. هسه نجي ليش اونر علي، هذا منو مال من هذا؟ خلينا نشوف الاداية الرسائل اللي واصلتنا. شرشبيل ما تقدر تكسره على مود نعرف شنو اكو جوا. زين هذا الجريفن مال من هذا؟ هاي قلبي تعال افتح. كسرته كلاوتش؟ شلون كسرته؟ او ماي جاد والله يراد له نقل هذا. اوه مال بيس كامل هذا. او لا يا ابوي يعني هاي جهزك. اوه صدق ستراكتشرز اكو كوما هنا ما نقدر نبني. لا هذا لا يفتح، هذا يفتح الجنطه ادري بيه هوايه جنطه ما يروح. لا هسه انقل، بس انقل الغراض للبيت للبيت انقله على مود. هذا منو نايم يم بيتي؟ يم العتبه مال بيتي صدق كذب.
حتى على 300 جيت وياه ادري شنو تاخذ المراد مني ها 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 ولك هذا نبي يحميك هذا شنو ترس بوجهنا كله بيوضه ولك بيوضه 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 لحظه شغل الجنريتر ولا ما عندي شو اسمه مارش انا ما كسرنا مارش مارش هسه راح اخذ الاغراض كذا راح اديك اياه جيبه بش اسمه اي اي جيبه بالستور تجيبه منو انا شرح شبيد دروح حط واحد ادخل لبيتي ها لا اغراض يمك تعال ما تريده تعال هلا بي كل الهلا تعال حبيبي تعال هذا شنو حسين الشمري او نار سمسم وين خليته فوق؟ اي فوق في الطابق الثاني I want to join your tribe حسين الشمري اوكي يقول لك خلي ديسكورد كوبا سي ام زد اوكي 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 كوبا سي ام زد تضحك علينا انت؟ 4-7 ما يفتح والله ما يفتح غير الجو غير الجو كلاوات هذا ما يتغير هاي اول دقة اي والله كلاوات والله كلاوات عندكم ها يريدني ادخل بس هو كاتب لي هنا الكود مال الهدية هيش بعد ليش كذب بلا كسره كفو على الهدية كفو ما عنده الرجال شي يسوي جايب لي سهم وش اسمه عاش بس يسوي دروب الهذني لطس جو بس واخره خلوني امشي الثلاجة ما كسرتها الثلاجة ما كسرتها ولك دلبس مالك هاي اللي تخلي ضوء باطراف لاعبك دلبسه منو دلبسه لابس لي هذا السمنت انت ما عندك لا ما عندي يعني ما استخدمي كان من يوم اللي طبيت هيك مصلح دام باع هذا مال الريكسز البيوض وبيضة برونتو فرتلايزد اوكي كبل مالي ايش هذا كبل على سوروس اوه يسوي التيك الله خذ كلها وليش اسمه الوزن حبيبي انت اخذها ها نصها تخليه يمي ونصها تاخذه الك الحمد لله ما احتاج انا عندي متوفر ايوه بابا شلون يقول الحمد لله ما احتاج انا هذا منه هاي مارش وي وان تو جوين ترايب طبعا راح اخلي الاجزاء اللي قاعد اقرا بيها شو اسمه ونكسر ونشوف شو اسمه الهديه مالته لين الميسي قدامكم عروض تقدموا لي وي هاف نايس داينو لحظه انا ليش نخلي شو اسمه ولكم ليون الميسي شي ما قدموا لهم عروض هنا يقول جوين ترايب اوكي هنا وي هاف نايس داينو اند يونيكورن انتوا جماعه اليونيكورن طيب بعد شنو هذا نيفو هذا نيفو هيانا نيفو وين نيفو ولا باع الكروبر كم كروبر هنا يا هسه جايك افتح لك الباب خليت الكروبر بالفوق هم موجود يلا اطلع يلا طع اوكي اكثر شي كروبر بس عندك هنا لونج نيك 1500 حلو واللونج نيك هنا 1750 كفو هنا با هاي الثلاجة ما بيها بس اثنين لحم فاسد ايه سمعك صوتك ما يسمع عليني شوية اوكي مصطفى شفت هدية جبت لك هدية ليش ما انا مو روضة خدرتك 1.300 وقلت ما تخدر عليك ايه هذاك قدامك شوفه هذاك قدامك وين هاي قدامك فوق البيت قدامك بيت الحديدي اه قول شنو هذا الترتيب منه مرتبه هيك ايانا بالله شلون افتح هسه هذا تمرك يا هين بس اه اثنين همينا يا وين تروح اثنين اكو ماكو بيترا دونات اثنين ترى ياب ماكو ما طلع بس واحد لا اثنين لا اثنين انا عبالي شرشبيل انا عبالي شرشبيل يقول جبت لك اياه ثار هذا ارام جاي يحكي انا ما جايب شيء
انا بالاخير اعطيك هديه حلوه. مو انت خسيس. ها لا انت اعطيك هديه حلوه. شنو هو؟ مو هسه بالاخير افاجئك. بالبث حتى هديه يمين بالاخير. انت ابو حسين انا انطيك هديه. اغلف لك اغلف لك الخرزازه وانطيك اياه. وين البترادون الاخ؟ هذا هنا انا تعال جوا. ناروتو. مسرع ترويض. لك عاش. كفو كفو. هاي كانت الهدايا. كفو منكم. ولازم نسوي الترايب مالنا. لازم نرتبه. فياب هسه راح ارجع لكم بس اجهز الولد. اكو اثنين راح اجيبهم للترايب وهاي بس اجي اجهزهم. اي خلي نجي نجيب الارتيفاكت. هذا من الناس هنا يا الار جي مالته. ما علينا نجيب هاي. معود منو هذا؟ الو مارشميلو. هاي معود. انت مو تحتاج انت مو تحتاج ترايب تدخل ترايب. والله اني لحظه خلي تعال قدامي. تعال هيك تعال تعال خلينا نتفاهم. وصلتني اخبار من سيرفر انه انت محتاج ترايب. والله هو يا اخوي شوف اني اريد ترايب بس يعني لحد الان اني ما لاقي ترايب. وتدري بي اني مالي واحس بناء بيس ويجي شغلات. تمام انا عندي بيس كامل ودفاعات كامله بس صارت لي مشاكل داخل السيرفر وما حد قدر يوقف وياي. افا عليك اذا ما وقف وياك بس قول لي من هو. والله حاليا اكثر من ترايب يردون يقتالون البيس مالتي. اني طاب على مود الالفة ترايب. اني طاب على مود الالفة ترايب. وينهم؟ راح تنصرني وياي. طيب وياك بس شنو العروض اللي تقدمها؟ يعني انت قلت عندك عروض وهاي الشغلات. جايب لك هدية اللي هي راح تشوفها بنفسك. تقدر طيب تاخذ الجولد. شلون اصعد؟ لحظه اجي فوق اقدر انزل؟ خليني انطيك الجولد وتشوفه. لحظه ما اقدر انزل صح. لا شلون تعطيني اياه؟ لحظه ليش ما نروح نشوفه بالبيس مالك بالبدايه؟ اجيب البترادون مالي وهمينا نشوف الغراض وهمينا شو اسمه عود بعدين نقرر ندخل. اي ندخل الترايب او شو اسمه. تمام. يعني انت تعرف لاعب مثلا قوي مثلي. اكيد. اوكي اتبعني. والله لا يطلع كمين. قلت لي على بيسي. على بيسي بالثلجيه. لحظه هذا الريكس مال من؟ هذا الريكس. تعال هذا الريكس المن. تعال عليه. كانوا يركضون ورا واحد ما ادري وين راح. هذا هياتهم تعال تعال هنا. تعال هنا ابو الريكس. راح انشرده. شرد ابو الريكس مو هذا ابو هذا. شايل سيف بيده. شايل سيف بيده مصلخ. شايل سيف بيده دين حق واحد. عوفه جايله. عوفه يا بيض تعال بالكويت زل. تعال جايله. ما يجوز منه فوقها. ما يجوز هسه. لو يجوز ابتعد. روح منا. يلا جر منا. لا انزل لك والله. انسحب منا. يلا انت والسيف مالك. والله فجر راسك. تعال وينك انت؟ هاي خلصتك من هذا. وينك؟ الو انا هنا. محمد اسمعك. ها شنو السالفه؟ شنو السالفه؟ هذا لاحقك خلصته منك يا اخي. واحد كان يركض وراي ما ادري. زين شنو انت وحدك؟ وين جماعتك؟ ترايب شي جماعتك وينهم؟ ما عندي جماعه. اريد ترايب مالتكم. والله ما دام انت سالفتك هيك وخلصناك. تعال ابو لايون. تعال ابو لايون. هذا لقيته يقول ما عندي ترايب وحدي. انت شنو رايك؟ شفت ابو ريكس يركض ورا. شنو السبب؟ اني بس يعني رسمت هناك وريكس وواحد كان يركضون وراي ما ادري. راح نسوي ترايب وهسه راح نروح نتفاهم بالموضوع وخلاص. ما دام احنا صرنا ثلاثه برايي هسه احنا خلي ندخل ترايب ونروح نقعد هناك بالبيس نتفاهم مع البيس. ابو لايون ابو اسد. انا كل شويه اقول له ابو لايون. عادي يعني احنا جاي نقول له بالانجليزي. ف ياب خلي نصير بترايب. شو تقول؟ شنو رايكم؟ تمام. انا اقول اني اتفق وياك. مسكين وحده ما عندي ترايب. والله هو لازم نشوف البيس بالبدايه. قررت بس هسه بعد ما شفت صرنا ثلاثه قلت خلاص يعني لازم نصير ترايب. يعني كل من وحده هيجي.
اكيد يلا خلينا نصير نحتاج بعض، خلينا نصير ترايب. اي وهنا بالضبط الشباب جابوا العيد. اوكي ليتس جو. هسه وين وين نروح؟ شنو ولا وين منك وين مني توقف التصوير؟ لا راح حبيبي والله. شنو الترايب راح مني؟ ليش انت مو صرت بترايبي؟ وافقت على لا شلون يعني الغراض هذه كلهم راحن. اوكي يا ولد بعد ما تم حل العيد اللي جابه قديس طبعا صارت لي دعوه للبيس مال الترايب الجديد مالنا ان شاء الله. و دام باع البيس الاسطوري منا القلوبات مشتغله. هاي الفقاعات يا محمد ننتظره ننتظره يجينا للبيس ينصدم. ها شاش صوت شنو؟ لحظه الو طق 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 دق بابنا من دق بابنا؟ قدوري دق بابنا طج. هذا بالجو جاي يضربكم طلقات اضرب لكم. وينكم؟ منين اطب؟ شنو هاي التورتة الطافية؟ لا راح اطير لكم انا ما افوت من الباب. انا طرت لكم ياتني. شنو هذا؟ شنو هذا الباب؟ هذا باب هيك مخلينا من ناي مفتوح وانا انتظر تفتحوا لي. يلا جايك. هاي على مودك انت تدخل. اكسي اه ديناصورات ايش راح يصير بيهم هسه؟ البيس مالي راح يجون ويانا راح يجون ويانا. اكسبت اي الكلاوتشي والله كلاوتشي. شوفوا شوفوا الكرسي مالته شلون مرتب. باع الكرسي مالي شلون مكسر والله العظيم. لقفتك من هسه بدينا فوارق بدينا تفارق طبقية. شوف شوف يلا يلا سولف. انا دخلت ترايب اول ما بلشنا بداية اول حروب داخل السيارة. ياب صارت بيني وبين مساعد الاداري. انا كنت الاونر وكان وياي مساعد خرب وقال ياب البرنتات مني اوراق مال التصنيع والبيانات وشرد طلبت يرجع لي الاغراض وما قبل وقال لي واتفق هو والترايب اللي ويانا واللي هم اعضاء ترايبي وغدروا بي واخذوا كل شيء من عندي وشرطه. اي زين هذول هسه موجودين هذا الترايب؟ لا عندهم بيس الان موجودين وعندهم بيس قوي. حلو حلو وقاعد يعني اي راح احنا من نتحضر اذا مو باق مو هالجمعه احنا جمعه الاخ ان شاء الله راح نقدر نقوي نفسنا ونهجم عليهم. شو تقول؟ شو تقول محمد؟ نقدر؟ هذا الديناصور مال منو؟ هذا مال منو هنا جاي؟ هذا مال الترايب. لحظة 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 هذا منو جايبه؟ هذا ترايب وي او بي. هي مو بي في بي على مود نلزقة. مو بي في بي على مود نلزقة بشوت جن. عوفة 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 نشوفه بعدين. حلو برونتوات هواي اكو يم مكان يم عندي برونتوات وشغلات برونتو واحد واجيبه والهدايا الشغلات اللي جابونا يا الشباب من اجيبه ان شاء الله نقدر 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 ان شاء الله نقدر لهم. طبعا حلو طبعا لازم ندخل الدنجن بعد مره واحده. زين انا استغرب من شغله ايش عجب ما عندك ستيغو نجيب. اي اي على مود الفكره اللي نريد نطبقها ان شاء الله بالحرب الجايه. فا ان شاء الله ان شاء الله البيس ما شاء الله عليه ما شاء الله البيس اقوى بيس في الشرق الاوسط على مود اخاف يجون ذولاك. يلا بكيفي اقوى بيس دفع لي حاليا 5000 يورو هذا اقوى بيس خلاص. جاي اسوي بي اعلان للبيس. لازم تشوف البيس لازم تشوف المدخل مال البيس. تعال اوكي تدخل من هنا تنزل هي تصعد هذا بس انت وي لاعبهم لاعبي قصيره مزين. بس هذا شوفوا بس هذا شوفوا تعال شوف محمد ارجع ارجع محمد انزل جوه انزل جوه محمد بالله انزل جوه انزل بالطابق الاول ادخل ادخل انزل انزل طب جوه طب 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 السلام عليكم صوتك ما يسمع عليني شويه وينك زازه احكي موجود هذا موجود شلوني مثل لوني
قر 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 قر. بس هذا شلون 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 يحكي؟ ايه هذا زازا الادمن، هذا زازا الادمن. ساحر 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 الكلاوتشي. اتس اوكي مو تمام هسه مره ثانيه. اوقف يمي. ايه باوع باوع وين دا باوع اني بصفي اوقف. ايه دا تشوفون هاي الثلاثي اصلا طويل مالنا، واني القزم ابو راس المربع، وعندنا هذا القزم اللي سيود راح نحرق ابو السيرفر. طبعا عندنا شخص لاخ يمكن ما ادري وينه، يمكن حلقه جايه نلقاه. قال انا راح اجي. ها ها معود هذا هم اجى هذا الادم من الغثيث. ما قال يعني نلقاه ما ادري، هو قال انا رسبنت مشرد حالي وراح نلقاه بالحلقه الجايه. فيا ابطال هنا وصلت ياكم نهايه الحلقه، اتمنى تكونوا استمتعتوا وياي، اتمنى يكون الحلقه عجبتكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ما عليكم بهذا الغثيث الواقف يمنا زازا يا الغثيث وخر من يمنا. شوفكم بالحلقه الجايه، مع الف سلامه.